السلام الدراري صافا كلشي مزيان. حنا جبنا الكليبات البحر وما امهم انتم تشوفوا البران كي داير. السلام الدراري صافا كلشي مزيان كنعاودو غادي نخرج لكم مع واحد الفيديو ديال بنا مع الولاد ديالها واحد الكبير واحد الكبير. وريني بالنسبه للدراري اللي كتكونوا خارجين فين ما مشيتو ديما هزوا معكم الماكله سواء كاشير سواء كروكيت فين ما مشيتي خدم معاه داكشي اللي خدمتي معاه مثلا في الدار هاد السيف والشي بابوجي عاودوا معاه في البحر في اي بلاصه باش كيولف جميع الاجواء سواء في الدار سواء شي بلاصه كارم فيها صداع ولا بالنسبه للارضيه كاين فيها جليج كاين ربلا كاين اي حاجه خصو يكون كيولف عليها راه في الاول كتجي غريبه ما كيبقاش يسمع ليك وانما اللي كتدخل ليه بلي الرمله هذه رمله هذه جليج هذا الماء ما كيبقاش كيتسوق كيجي عادي كيبقى يسمع ليك. نبداو في بعض النصائح اللي كيسولوني عليهم الدراري امتى نبدا نخرج كلبي. الكليب اخويا اللي كتجيبو اول مره للدار كتخليه في الدار على الاقل واحد هذه السيمانات بما كيولف البلاصه ديالو باش كيمكن لك كيكمل الكلب ديك شهرين كتمشي كدليه الفاكسان ديالو وكتعاود كدوز واحد 15 يوم كدليه الرابيل اللي هو الدوزيام فاكسان من بعد ثاني واحد 15 يوم كدير ثاني الرابيل وكدير الفاكسان من بعد اخويا يمكن لك تخرج الكليب ديالك ولكن ما كيعنيش فيما ولا كتمشي وغادي تقلك الكلب ديالك ضروري تلي السمطه باش يلاه يولف شويه الطوموبيلات وطرد البلايص فين غادي دير الكلب ديالك شي حاجه اللي فيهم الكلاب بزاف تجنبهم. احسن حاجه يمكن لك تخرج ليه الكلب ديالك هو البحر مع ديما كتطلع الموجه كتنقي وما كيبقاوش لي بوزوان ديال الكلاب الاخرين ما تعرف يكونوا مراض ولا شي حاجه اخرى. المهم بنادم هو اللي يحتاط. وبالنسبه للكليبه الكبيره راه خصكم ضروري تردوا ليها البال تقدر تلعب معاهم عند بالها هي كتلعب مع ولادها ولكن راه كتضر لهم الشخصيه ديالهم وكيوليو كيخافوا من الكلاب الكبار. من الاحسن كما قلت لكم تفاداو الكلاب الكبار خليهم يلعبوا مع الكلاب اللي قدهم في اللاج دوموا على حسب هو والعمر ديالو وباش كيكبروا الشخصيه ديالهم مزيانه وما كيكونوش خايفين من اي حاجه شافوها. بالنسبه للفيديو راه هو تبقاو متبعين معنا وغادي يبان لكم اللقطه فاش الكلب كيجري وتابعه امو حيت الكلب اي حاجه كيتبان لي كتجري راه كيتبعها. لقيتو كاع كيفاش تفاداو يلعبوا مع الكلاب الكبار راه مزيان حيت كيأثر لهم على الشخصيه ديال الكلاب الكليبات الصغار خليهم يلعبوها مع قدهم راه مزيان كما كيبان لكم دابا في الفيديو راه خايفه من الكلبه حيت تبعتها وركات عليها ها نتوما شفتو ها مخلوعه منها وهاربه. اما الكليب الاخر مازال ما طرا ليه والو الشخصيه ديالو مازال فرحان هي دابا راه تكات وراه مخلوعه منها مي بشويه بشويه نرجعوا ليها ثاني الثقه وترجع تلعب معاها كيف الاول. وتفكرت واحد النقطه نسيت ما قلتها لكم بالنسبه للدراري اللي كيديو كلابهم وهما صغار للجرادي راه كيتعرضوا بزاف للمرض ديال بارفو حيت كيبقى داك المرض ما كاينش اللي كيديه ماشي بحال البحر كيتنقى مع الموج والرمله. ها انتم الدراري لاحظوا معايا ايفا لابسه كوليف الاحمر. بالنسبه لبيلا ما عمرها ولدات اول ولاده عندها هي هذه واول مره غادي تلعب مع ليشيو صغار عليها بزاف داكشي علاش ما غاديش تسمع ليا وما دريتيهاش على داكشي قبل واخا هكاك راه ما ضرباتوش ما عطاتوش ما والو ولكن اللعب ديالها داير بحال هكا كاع لي فيميل تقريبا اللعب ديالهم وتقل الحمد لله اللي خرجت بعدها على خير. الكلب كليب صغور ديال صاحبي اللي سميتها ايفا ما تقصحات ما والو ومن هنا بديت كنخدم معاها مع ليشيو باش ما تبقاش تلعب معاهم داك اللعب انفو كدير بحال هكا كتقول ليها لا وراه الكلب كيفهم خاصك تعطيه شويه من وقتك وشويه ديال الصبر. تبارك الله نضق امهم اش بلا اي واحد نتي وقت انت صاحبي ابي لا هي هذه تاو مابقاش كتبعها هاكتك
الجوع بغيتي الكلب يتبعك وكلو اش 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 من هنا كيبدا الدريساج راه وكلتي الكلب راه كيبقى يتبعك وكتولي عزيز عليه. اوبا يلا سير تلعب سير سير تلعب سير. تعلم الكلبة وقاتعو ما كنت خايف ضرية عندي وعرة ان شاء الله تهدى ونوريكم كيفاش غادي يعوم سير تعاو. وصلنا لنهاية الحلقة. إلى عجبكم الفيديو ديروا جيم بارتاجيو الماكسيموم. اللي عنده شي سؤال اكتبوا في الكومنتير راني غادي نجاوب على كاع الأسئلة ديالكم. ولا بغيت ندير لكم فيديو ان شاء الله في الحلقة الجاية نعلموا الكليبات يعوموا مرحبا وألف مرحبا.